عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. لاباس الحمد لله. خلينا نتعرفوا علي. علي الحاكم. علي الحاكم ناشط حقوق. باو ناشط حقوق وليت نخجل اصلا معناتها. علاش علاش؟ حقوقي سياسي. لا على خاطر الحقوق في العالم ذو مقياسين. ثم اذا كان موت واحد من الغرب او من الصهاينة الدنيا تطيح وما تقومش يعني معناتها فهمت ولا؟ اذا كان يموتوا من العرب احنا مانيش عبيد معناتها ما عندناش حق للانسانيه. دونك موضوعنا بخصوص القضيه الفلسطينيه. اي لا هو اكيد انا قبل وراها وانا عندي درايه خاصه بالقضيه الفلسطينيه يعني من 2011 2012 حتى هنا في الفروم سوسيال وكنت حكيت انا ما عندنا في الفصائل معناتها اللي الفصائل القضيه الفلسطينيه انهم طوروا في النوع السياسي وفي النوع الاسلحه والالكتروني خاصه الحرب الالكترونيه. باهي انه تو المشهد الان راهو المشكله اللي احنا قاعدين عندنا عباد في غزه ثم هنا يعني تمييز وهناك يعني حرب عرقيه. يعني الصهاينه هذوما اللي يحكيوا ويقولوا احنا نحاربوا في حماس ضربوش واحد من حماس ما ضربوش. يعني طيحوش الانفاق اللي حكاوا عليها ما طيحوش. يعني ما عندهم حتى ادله. اللي قاعد يقتلوا فيهم هما الاطفال رضع والنساء. وانا نستغرب انا كحقوقي صمت الدولي هذا خاصه هذا الصمت ما نعرفش ما لقيتش ليه تفسير معناتها. يعني حقوق الانسان والديمقراطيه طلعت حاجه وهميه معناتها حاجه مش موجوده. يعني انا طلعت واعلنت موت الديمقراطيه وحقوق الانسان في العالم. يعني هذا انه احنا حاجه اخرى زاد عملناها احنا قلبنا القضيه كانت ماشيه في شيره في الاعلام خاطر سمع عباد ما تعرفش في امريكا وفي فرنسا وفي المانيا ما عندهمش فكره على القضيه الفلسطينيه في بالهم فلسطين هم الارهابيين والصهاينه هم هذا اللوبي الصهيوني. يعني هذا شنو قاعد الاعلام نتاعهم. لكن احنا الحمد لله بتراي في تيك توك وبتراي في فيسبوك قلبنا المعادله يعني فهمت قلبنا ياسر المعادله. ثم انه التصفيه العرقيه هذه علاش؟ خاطر ما يعرفوا هما عندهم مليون تو صهاينه فهمت ولا؟ واحنا شي خمسه في غزه في فلسطين كامله. يعني هما شنو يحبوا يعملوا؟ يحبوا يقتلوا الاطفال باش ما عادش ينجبوا ما شاء الله في فلسطين ينجبوا برشا فهمت ولا؟ هما يخافوا على 20 سنه يلقاو 200 الف صهيوني مع 10 ملايين يولي مع 10 معادله فهمت. هما هذاك يحسبوا راه عندهم 41 كيلومتر في غزه يحبوا يردوها 15 كيلومتر هكاهو غزه. معناتها يعني اللي يقول اللي الحرب هذه هي حرب دينيه. والحرب الدينيه هذه تعرفوا انتم وزير الخارجيه وقت اللي مشى للكيان الصهيوني قال انا جيت مش كامريكي انا جيت كيهودي. وراهو الصهاينه قصفوا المساجد قصفوا الكنائس قصفوا السبيطارات. يعني هتلر اللي يحكيوا به ويقولوا له اللي هو عنصري وهو فاشي ما عملهاش. هتلر كان في نقاط الاشتباك في العالم شو يقول لك في الحرب ثم نقاط اشتباك ثم ممرات انسانيه. اش معناتها انت اخي تو نورمال اخي امريكا قاعده تو هي قاعده هز المحرقه راه وراه ثم حرب عالميه ثالثه في وشك وراه وش يقول لك راه وريت البركيه صحيح بدات تقدح حرب بالوكاله امريكا قاعده تلز الكيان الصهيوني في محرقه وراهم هما مش صحيح ما ينجموش يجتاحوا غزه خاطر حبوا يعملوا محاوله اجتياح مات فيهم واحد وثلاثه قطعت. والبارح نهنيك الجيش الفلسطيني البارح فك زوز الجيش الفلسطيني البارح فك زوز مدرعات والصهاينه قطعت. يعني هذا في جلوبالمون القضيه عادله. اش معناتها انا نجيبك من عام 47 راه نجيبك انا كلاجئ 47 نجيبك انا كلاجئ معناتها انت تجي كلاجئ بعد تجبد علي سلاح وتقتلني تقول لي ليه شريت من عندك راهو كذبه كبيره. يقول لك راه ما باعوش راه والبروفوني شكون لكم علاش انا جو سوي طبوغراف. قولوا لنا كي شراو ما عندش شكون شراو في انا تعرف الملكيه وين تتصب وقت تتصب في تركيا. يعني ما عندهم حتى تراس. يعني عدد هذوما ارهابيين جاوا دخلوا العباد عزل قتلوهم فكوا دوله وجيت تقول لي انت حل زوز دول. شنو هو حل زوز دول؟ اش معناتها فسرت فسرت اسمع معناتها انت هي الدوله الفلسطينيه مش موجوده. هي الدولة الفلسطينية مش موجودة، عندنا 150 قرار أممي ما تم تفعيله ولا جوتريس تو، أنا ندعي جوتريس يستقيل. استقيلوا اللي تحكيوا رواحكم أنتم ثم عباد تو إنسانيين، متعاطفين مع القضية الفلسطينية، سواء في الكانال بليس ولا في سي إن إن ولا في الإذاعات فهمت ولا استقالوا. استقيل أخويا. أنت استقيل، وإحنا تو زاد نكملوا زاد نحاربوا في مفهوم المقاطعة.
خاصة المفهوم المقاطعة احنا جبدنا عليه قبل حتى توفل الأقصى، فهمت ولا؟ اللي واجب المقاطعة، وهذا بالعكس يعني فكر حضاري. ثم أنه حاجة أخرى اللي هي مهمة، العرب مش يتفقوا راهو، أنت في بالك تعملوا قمة هما مسودة متاع بيان تنديد، ما كل واحد يلعب على درابوه. وفلسطين تو احنا يزمنا تو شي يزمنا يزمنا تو ثم زمنا حرب في ثلاثة حاجات، الحرب العسكرية واجبة منها، الإعلامية والسياسية، هذوما ردهم ثلاثة، هذوما ثلاثة يزمنا نحاربوا فيهم، فهمت ولا؟ ثم أنه العرب راهو يمشيوا عنا شعوب راهي قاعدة تضغط راهو. ثم أنه زاد أنا ناشد السلطة نتاع تونس، فهمت ولا؟ هو موقف أكيد الموقف الرسمي التونسي مع موقف الشعب التونسي، لكن احنا ناشدوا انه على الاقل اللي لم يتم طرد السفراء هذوم اللي اشتركوا انهم يعيط لهم قيس سعيد ويعطيهم اللي الشعب التونسي يقول لهم راكم غير مرغوب فيكم في تونس، حتى الدول نتاعكم تولي تعطي حق الحياه. هذا هو المفهوم، يعني احنا تو تونس النقطة الصغيرة تونس، فهمت ولا؟ هي القاعدة تشعر راهو احنا مش قاعدين نعملوا في حاجات مش فاهمينها احنا، راهو في سلك مانيش قاعدين، خاطر احنا قاعدين تو في تونس، فهمت ولا؟ يعني اللي نجم يحكم علينا كان من برا، تو انا نطلع في ليغاس مثلا مع المغاربة والجزيرية، ونطلع مع السعوديين، ونطلع معهم برشا، راهو يقولنا راكم قاعدين تعملوا في حاجات تعجزوا فينا، معناتها فهمت ولا؟ قاعدين نطلعوا للطوب. هو احنا القضيه راهو ايش يقول لك، قضيه من عام 47 واحنا معنا نحارب وراه، معناتها شحكي قضيه فلسطينيه في تونس ما تحكيلوش على قضيه فلسطينيه، خاطر قضيه من حاصل التحصين، معناتها من حاصل التحصين. ثم انه هذوما العرب ما فيهمش حل راهو، اسقاط الانظمه العربيه الحل له، الثاني جيش عربي، وعلى الاقل المقترح التونسي على الاقل اخويا قوات حفظ سلام تحمي الشعب الفلسطيني. لاخي هما عندهم حق يعيشوا، والفلسطينيين ما عندهمش حق يعيشوا، لاخي ذوكم عباد وذوما مش عباد، ولا صهيوني يمشي ب 100,000 عبد واحنا بشتر عبد حبيبي، هما عباد هذوما راهي تو قاعده مجازر راهو ويهجروا، هما كذابه، هما كذابه. هو قالك برا امشي للجنوب قتلوهم في الجنوب، قالوا برا امشي لا قتلوهم غادي، ايه صح. انت كجيت ما هو امشي حماس، ما هو انت قلت حماس، انت حماس كي انت تتواجه معاه ما تجمش تربح، ما تجمش تربح معاك امريكا ومعاك بريطانيا ومعاك فرنسا، وما تجمش تربح، خاطر العباد عندهم درايه ما شاء الله ومجاهدين، فهمت ولا؟ وخاصه في حرب الشوارع ما يقدوناش، راهو في حرب الشوارع ما يقدوناش. خلي لك الكلمه الاخرى. لازمنا احنا نكملوا نضغطوا اقتصاديا سياسيا اعلاميا، نكملوا احنا كشعوب، احنا ما عندنا معناتها تو اخواتنا في فلسطين انهم طالبين منا الدعم، مش كهو نطلعوا ثلاثة اربع ايام خمسة ايام جمعه وكهو. لا 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 مش هذاك، راه قضيه راه تقعد في قلبنا، راه اجور نحكيوا عليها. يزم ريتك انت تنجمش ما تتنفسش وما تاكلش وما تشربش، ما تتنجمش، يزمك فلسطين هكيك، وان شاء الله اخويا نكملوا، ولا ان شاء الله النصر، والله يرحم موتانا ويتقبل شهدائنا اخويا، وان شاء الله الله يحفظهم في غزه اخويا.